وأصول وصحابة هدي ورسول وسلام يرقى بالدنيا والعفو لدينا مأمول. أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. ولله الحمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ملك فقهر وتأذن بالزيادة لمن شكر، وتوعد بالعذاب من جحد وكفر، وكل شيء خلقه بقدر. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقدوتنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله، صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، وأنصح من دعا إلى الله وبشر وأنذر، وأفضل من صلى وصام وزكى وحج واعتمر، فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. من نبع هديك تستقي الأنوار، وإلى ضيائك تنتمي الأقمار. رب العباد حباك أعظم نعمة، دينا يعز بعزه الأخيار. حفظت بك الأخلاق بعد ضياعها، وتسامقت في روضها الأشجار. وبعثت للثقلين بعثة سيد صدقت به وبدينه الأخبار. أصغت إليك الجن وانبهرت بما تتلو، وعم قلوبها استبشار. يا خير من وطئ الثرى وتشرفت بمسيره الكثبان والأحجار. يا من تتوق إلى محاسن وجهه شمس ويفرح أن يراه نهار. بأبي وأمي أنت حين تشرفت بك هجرة، وتشرف الأنصار، أنشأت مدرسة النبوة فاستقى من علمها ويقينها الأبرار. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، مرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج، والذي يندرج تحت عنوان أطفالنا في العيد، وعودة إلى كتاب الله سبحانه وتعالى. تعالوا بنا أيها الأحبة في بداية هذه الحلقة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا فيها التوفيق والسداد والإخلاص والقبول، إنه نعم المولى ونعم النصير. تعالوا بنا لنرحب بأبناء الإسلام. أول نموذج حاضر معنا في هذه الحلقة هو طفل معجزة لم يتجاوز العاشرة من عمره، أكرمه الله سبحانه وتعالى بحفظ القرآن كاملا عن ظهر قلب، كما أكرمه سبحانه وتعالى بموهبة نادرة في الخطابة، فوقف بكل ثبات بين ثوار التحرير أيام ثورة 25 من يناير، وأعجب بفصاحته المصلون في المسجد الحرام، كما ساند بطلاقته لسان مطالب الأزهريين في استقلال الأزهر، وأعجب المصلين في المسجد الحرام بفصاحته وخطبته، لأنه خطيب مفوه، وأصبح ضيفا على العديد من الكثير من البرامج الدينية. هو اليوم معنا ضيف في برنامج أطفالنا في العيد. تعالوا بنا لنرحب بالشيخ محمد عز. أهلا وسهلا شيخ محمد. أهلا بك. كل عام وأنتم بخير. أنت بخير. تقبل الله منا ومنك.
أما النموذج الآخر أيها الأحبة فهو أيضا ابن من أبناء الإسلام، صنعة القرآن، الذي نظر حياته لخدمة القرآن حفظا وفهما وعملا ودعوة، هو أخي في الله الشيخ يحيى محمد أحمد. أهلا وسهلا شيخ يحيى، كل عام أنتم بخير، تقبل الله منا ومنكم. والنموذج الثالث أيها الأحبة هو أيضا ابن من أبناء الإسلام وفارس من فرسان القرآن، وألا وهو الشيخ محمد الطبال. أهلا وسهلا شيخ محمد، مرحبا بك، كل عام أنتم بخير، تقبل الله منا ومنك صالح الأعمال. أحبتي في الله، ها نحن في أيام التشريق التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: أيام منى أيام أكل وشرب وذكر لله سبحانه وتعالى، وقال سبحانه: واذكروا الله في أيام معدودات. فكيف حالكم مع الله؟ كيف حال قلوبكم مع الله عز وجل؟ كيف حالكم مع القرآن؟ كيف حالكم مع سنة النبي العدنان؟ كيف حالكم مع الصلاة؟ كيف حالكم مع صلة الأرحام في تلك الأيام المباركة؟ الرحم متعلقة بعرش الرحمن، وتكون معلقة بعرش الرحمن، ويقول سبحانه للرحم: من وصلك وصلته، ومن قطعك قطعته. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. فهيا يا أخ الإسلام، وهيا أيها أخت المسلمة الفاضلة، تعالوا بنا دعوة للتسامح، دعوة للتصافح، دعوة للتصالح، حتى يعني تلتقي القلوب بالقلوب، وتجلى في الأمة قول علام الغيوب: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وليكن شعار كل واحد منا: من اليوم تسامحنا ونطوي ما جرى منا، فلا كان ولا صار ولا قلتم ولا قلنا، وإن كان ولا بد من العتبة فبالحسنى. فقد قيل لنا عنكم كما قيل لكم عنا، كفى ما كان من هجر فقد ذقتم وقد ذقنا، وما أحسن أن نرجع بالوصل كما كنا. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. تعالوا بنا يا أحبة نبدأ مع فرسان الإسلام، مع أبناء الإسلام، مع أهل القرآن الذين هم أهل الله وخصته. تعالوا بنا نبدأ بآيات من الذكر الحكيم تذكرنا بهذا الركن الخامس من أركان الإسلام، ألا هو حج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. تعالوا بنا نسمع ونعطر مسامعنا بتلك الآيات من حبيبنا الصغير في السن، الطفل المعجزة، الشيخ محمد عزت، فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيك شيخ يحيى. يعني ها نحن في ثالث أيام عيد الفطر المبارك، نحن في أيام التشريق والتي قال عنها ربنا سبحانه وتعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. إحساسك بعيد الأضحى المبارك؟ أولا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أهنئ جميع المصريين وجميع المسلمين بعيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا باليمن والبركات. أحسيت بالعيد الأضحى ده إحساس جميل جدا، وتذكرت سيدنا إبراهيم عليه السلام وابنه سيدنا إسماعيل عليه السلام، وبطاعة الوالدين، وصيام يوم عرفة والعشر الأوائل من ذي الحجة،
والمداومة على الصلاة في المسجد والمداومة على أذكار الصباح والمساء. ما شاء الله كنت لله ربنا يبارك فيك. شيخ محمد، إحساسك بعيد الأضحى المبارك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كان إحساس جميل جدا. صلينا صلاة العيد في الخلاء، ثم زرنا الرحم، ثم يعني عملنا أضحية، ثم صلينا صلاة الجمعة، وبعدين وزعنا الأضحية. ربنا يبارك فيك شيخ محمد. شيخ محمد انت ما شاء الله يعني صاحب صوت جميل، انت والشيخ يحيى وكذلك الشيخ محمد عزت، ما شاء الله صوتك جميل في قراءتك وكان كلامه في الاناشيد الاسلاميه. محضرين نشيد اليوم بعنوان نحن يا مصر رجعنا لاله العالمين، ليس كذلك؟ تفضل. نحن يا مصر رجعنا لاله العالمين، ومن الدين صنعنا عودة النصر المبين، ومن الدين صنعنا عودة النصر المبين، عودة النصر المبين، فدية الحق أسيبوا وإلى الله استجيبوا، إن ببأس الدين قمنا جاءنا النصر القريب، جاءنا النصر القريب. نحن يا مصر رجعنا لإله العالمين، ومن الدين صنعنا عودة النصر المبين، ومن الدين صنعنا عودة النصر المبين، عودة النصر المبين. أخلصوا لله قلبا واعبدوا الرحمن ربا، كل من وفى بعهد زاده الرحمن قربا، كل من وفى بعهد زاده الرحمن قربا. نحن يا مصر رجعنا لإله العالمين، ومن الدين صنعنا عودة النصر المبين، عودة النصر المبين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيك وأحسن الله إليك. شيخ يحيى، نريد أن نسمع صوتك قبل أن نسمعه في الإنشاد، نسمعه في كلام الله سبحانه وتعالى وآيات من الذكر الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيك. شيخ محمد، يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أنت أعجبت الثوار في أيام ثورة 25 يناير بفصاحتك وخطبتك الرائعة في ميدان التحرير، كما أعجبت المصلين كذلك في المسجد الحرام، أليس كذلك؟ وخطبت في المسجد الحرام، كلمنا عن يعني خطبتك في المسجد الحرام. كان في ناس بيحبوني يعني وقالوا لي اخطب، فانا خطبت، فالناس اتلمت يعني كنت في حلقه يعني من حلقات الذكر وحلقات مجلس العلم، وخطبت بين مجموعه من الناس وكلهم اعجبوا، ما شاء الله. طب كلمنا عن ذهابك لميدان التحرير وخطبتك بين الثوار. والله انا رحت ميدان التحرير، رحت ميدان التحرير، لقيت الثوار يعني بيطالبوا بالحقوق، مطالب الثورة، فروحت طالبت معاهم.
كانت خطبتك اللي انت خطبتها في ميدان التحرير كانت بعنوان ايه؟ كانت بعنوان عودة الى كتاب الله واصلاح البلاد. عودة الى كتاب الله واصلاح البلاد. طب تعالى نسمع هذه الخطبة منك. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الرحيم اللطيف، بيده الأمر والتصريف، سبحانه أعرف المعارف لا يحتاج إلى تعريف، وأشهد أن لا إله إلا الله، لا نعبد إلا إياه ولا نرجو سواه، عظيم السلطان والجاه، أفلح من دعاه وسعد من رجاه وفاز من تولاه، إليك وإلا لا تشد الركائب، ومنك وإلا فالمؤمل خائب، وفيك وإلا فالغرام مضيع، وعنك وإلا فالمحدث كاذب. من الذي سألك يا رب فما أعطيته؟ ومن الذي دعاك فما لبيته؟ ومن الذي استنصرك فما نصرته ورعيته؟ نسألك يا أكرم الأكرمين، ويا أرحم الراحمين، ويا علام الغيوب وغفار الذنوب، ويا كاشف الكروب، أن تكشف عنا ما بأمتنا من سوء، وأن تجعل لنا من كل ضيق فرجا، ومن كل هم مخرجا. وأشهد أن حبيبنا ومعلمنا محمدا صلى الله عليه وسلم النبي الأمي الذي علم المتعلمين، هو النور المبين والرحمة المهداة إلى الخلق أجمعين. جاء والدنيا تهيم في الظلمات، فأخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب الأرض والسماوات، وجعل من رعاة الغنم قادة للأمم ينشرون التوحيد والعدل والشيم، فصلى الله وسلم وبارك عليه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أخوتي في الله، والله إني أستحي أن أتحدث بين أيديكم، ولكن لم لا؟ لم لا؟ لقد تحدث الهدهد في وجود سيدنا سليمان، وأنا لست أقل من الهدهد، وأنا لست أقل من الهدهد. إخوتاه، حينما نقلب صفحات الماضي المجيد ويوم نتدبر القرآن، كنتم خير أمة أخرجت للناس، نأسى ونتحسر ونحن ننظر إلى واقعنا مع نظرنا لماضينا. سائل التاريخ عنا، نحن أسسنا بناء أحمدية، واليوم اسأل التاريخ عنا، نحن أصبحنا مثالا تبعيا، سامنا الأعداء ذلا ومهانا، نال ذاك الشيخ منا والصبية. أنسيتم الصديقة والفاروق والصحبة الرضية؟ خاب من يستبدل الخير بالشر، يا من أنادي يا أخي لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما الذي دهانا وما الذي أصابنا؟ إني تذكرت والذكرى مؤرقة، مجدا تليدا بأيدينا أضعناه، أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مكسوس جناحاه،
بالله سل خلف بحر الروم عن عرب بالأمس كانوا هنا واليوم قد تاهوا وسل دمشق وسائل صخر مسجدها عمن بناه لعل الصخر ينعاه هذه معالم خرس كل واحدة منهن قامت خطايا فعزفاه استرشد الغرب بالماضي فأرشده ونحن كان لنا ماض نسيناه فيا أمة الحق إن رغم محنتنا إيماننا ثابت بالله نصطبر وغدا سيسألكم الله حكاما وشعوبا ماذا عملتم تجاه دينكم وأوطانكم فأعدوا للسؤال جوابا وللجواب صوابا أخوتي في الله أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذا هو ابن الإسلام، هذا هو ابن الأزهر الشريف. ما شاء الله خطيب مفوه، كأنني أستمع إلى شيخ كبير وخطيب مفوه. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيك وأحسن الله إليك وإلى كل من علمك. ربنا يبارك فيك يا شيخ محمد. فعلا ما أحسن الكلمة وما أجملها وما أحسن النصيحة وما أجملها لو كانت من طفل صغير لم يتجاوز العاشرة من عمره. أحبتي في الله، كما قال الشيخ محمد، هي عودة إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، عودة إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فرسول الله قدوتنا. يا رسول الله وقدوتنا، لن ندع الغرب يدنسنا، لن نرضى أبدا ذلتنا يا رسول الله يا رسول الله سنحطم قيد مآسينا ونزلزل حصن أعادينا ونزمجر وسط أعادينا يا رسول الله يا رسول الله رجل قد جمع الإحسان بالحكمة والصدق زدانا وبه ظهر الحق وبانا يا رسول الله يا رسول الله لا ندري كيف تجرأتم وتماديتم بعداوتنا لا ندري كيف تطرقتم لرسول الله شلت أيد بتماديها قد حفرت قبرا يحويها فيما قد رسمت هادينا ورسول الله يا غرب اعتبر بماضينا كم دسنا رؤوس أعادينا وسنمضي اليوم كماضينا لرسول الله. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيك. حقا رسول الله هو قدوتنا وهو عظيمنا وهو نبينا، فمن أين أبدأ والحديث غرام، فالشعر يقصر والكلام كلام، من أين أبدأ في مديح محمد، لا الشعر ينصفه ولا الأقلام، هو صاحب الخلق الرفيع على المدى، هو قائد للمسلمين همام، هو سيد الأخلاق دون منافس، هو ملهم هو قائد مقدام. ماذا أقول عن الحبيب المصطفى فمحمد للمسلمين إمام. صلى عليك الله يا خير الورى ما دارت الأفلاك والأجرام. صلى عليك الله يا نور الهدى ما مرت الساعات والأيام. تعالوا بنا أيها الأحبة لنسمع نشيد من حبيبنا الشيخ محمد، إهداء إلى أهل سوريا، ولكن بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم. السلام عليكم. بحبك في الله يا شيخ محمود. احبك يا تحتين اجله، ربنا يبارك فيك يا شوقي. كل سنه وانت طيب يا شيخ محمود. وانت في اتم صحه وعافيه، واسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلك قره عين لوالديك. ممكن اقرا؟ اتفضل يا شوقي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليالي العشر والشفع والوتر والليل اذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيك يا شوقي، اشكرك على هذه المداخله الطيبه. تعالوا ايها الاحبه لنستمع الى نشيد من حبيبنا الشيخ محمد الطبال، فليتفضل. يا ايها الانسان هل تبكين ما ابكاني، ارايت ماذا قد حصل في العالم الحيراني، الياس يعبس بالامل ويهز كل كياني، العين فارق الكرى والقلب فارقه الأمى، وأرى هناك أحبتي يلقون أصناف الهوى، وأنا هنا في غربتي ماني بنصرتهم يدا. يا أيها الإنسان هل تبكين ما بكاني، أرأيت ماذا قد حصل في العالم الحيراني، الياس يعبس بالأمل ويهز كل كياني، يا ليلكم أسقلتني بالهم والأحزان، أصداء صرخة موطني تنساب في وجداني، فتى كل نحري أعيني في مدامع الحرمان. يا أيها الإنسان هل تبكين ما بكاني، أرأيت ماذا قد حصل في العالم الحيراني، الياس يعبس بالأمل ويهز كل كياني، يا أمة الإسلام كم تبكي عيون بني كدم، فلقد تفرق شمله وتمزقوا بين الأمم، رحمك يا ربي بهم رحمك فاجبر كاسهم، يا أيها الإنسان هل تبكي لما أبكاني، أرأيت ماذا قد حصل في العالم الحيراني، الياس يعبس بالأمل ويهز كل كياني. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر المسلمين المستضعفين في سوريا وفي بورما وفي فلسطين، وأن يرزقنا صلاة في المسجد الأقصى، إنه نعم المولى ونعم النصير. ومعنا اتصال من حبيبنا وصديقنا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته شيخ كريم. كيف حالك يا شيخ محمود؟ بخير حال، في نعمة والله. والله. ربنا يعزك ويرفع قدرك ويحفظك. بارك الله فيك وفي نماذج البرنامج الطيب المبارك. ربنا يبارك فيك ويكرمك. الله تبارك وتعالى ان يجعلهم ذخرا للاسلام والمسلمين. امين يا رب امين. نسأله سبحانه وتعالى. ويقول لهم كما قال الامام الشاطبي رحمه الله. نعم. فيا ايها القارئ به متمسكا مجلا له في كل حال مبدلا، هنيئا مريئا والداك عليهما، ملابس انوار من التاج والحلى، فما ظنكم بالنزل عند جزائه، أولئك أهل الله والصفوة الملا، أولو البر والإحسان والصبر والتقى، حلاهم بها جاء القرآن مفصلا، عليك بها ما عشت فيها منافسا، وبع نفسك الدنيا بأنفاسها العلا. جزاكم الله خيرا. ما أحوج أمتنا إلى تقوى الله عز وجل. نعم. وما أحوج كل فرد منا من أفراد مصرنا العزيزة أن يتقي الله سبحانه وتعالى في كل قول وفي كل عمل، لأن خير ما ننشأ عليه أمة تقوى الله عز وجل وتقوى وجه الله تعالى. قال الله تعالى: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على
التقوى من الله ورضوان الخير. أمن أسس بنيانه على شفا جرف نار فانهار به في نار جهنم. حتى في المساجد قال الله عز وجل: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. حتى في الصداقة قال الله عز وجل: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فأرجو من الله تبارك وتعالى أن يجمع بلدنا مصر إن شاء الله تعالى على كلمة التقوى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لك شيخ كريم على هذه المداخلة الطيبة وعلى هذه الكلمات الرائعة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل في ميزان حسناتك يوم أن تلقاه. شيخ محمد، نريد أن نسمع منك نشيد عن المسجد الأقصى، ولكن بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أستاذة فاطمة، أهلا وسهلا ومرحبا بك. معك أختك فاطمة صديقة برنامج ترجمان القرآن الذي نشتاق إليه على حر من الجمع. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيك أستاذة فاطمة، كل عام أنتم بخير. أمين يا دكتور محمود. بالله عليك يا دكتور محمود، كما إني دائما أتذكرك بالخير وأتذكرك بالدعاء، بالله عليك لا تنسى أختك فاطمة أبدا. وأحيي ضيافك الكرام، أحيي الشيخ محمد نور الشيخ محمد أنا هو طيب، وأحيي الشيخ يحيى وأحيي الشيخ محمد وأقول لهم يعني جزاكم الله خير أنكم أنتم النهاردة في ضيافة الدكتور محمود، والحمد لله أنه بجد يعني دايما يا دكتور محمود يعني دايما بتهل علينا بحاجات جميلة كده، وتلتقي بضياف كرام والله. جزاكم الله خير، أحسن الله إليك وربنا يحفظك. جزاكم الله خير، أشكرك يا أستاذة فاطمة على هذه المداخلة الطيبة، بارك الله فيك وأحسن الله إليك. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. ممكن أقرأ قرآن؟ تفضلي يا أستاذة جان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. إذا قطع اتصال. أشكرك يا أستاذة جان على هذه المداخلة الطيبة، كل عام وأنت بخير، وأهل بني سويف وجميع محافظات مصر وسائر بلاد المسلمين بألف خير. شيخ محمد، نستمع إلى نشيد عن الأقصى، اتفضل. والله لن ننسى مسجدنا الأقصى وقبة الصخرة تبكي من الحسرة، تقول يا رباه يا واهب الحياة، بعونك اللهم اكتب لنا النصرة. وشجرة الزيتون بغصنها الحنون تبكي على شهداء أرضنا الحرة. يا لوعة النفس عليك يا قدسي، ما أنت في البلوى والعيشة المرة. يا إخوة الإسلام سيروا إلى الأمام بالعزم والإقدام بصحبة القرآن. هل يهتفوا يا إخوتي، استيقظي يا أمتي، هيا أعيدي بسمتي كسابق الأزمان، كسابق الأزمان. النور في أيدينا وربنا يحمينا، قرآننا يهدينا في ساحة الإيمان. هيا اهتفوا يا إخوتي، استيقظي يا أمتي، هيا أعيدي بسمتي كسابق الأزمان، كسابق الأزمان. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ربنا يبارك فيك يا شيخ محمد، نراك من العلماء الربانيين وأولياء الله الصالحين المخلصين، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ومعنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم وبركاته. يا مرحبا يا أبا عمر. ازيك يا شيخ محمود؟ يا مرحبا، أهلا وسهلا، مرحبا بك. كل عام وأنت بخير وأنت في أتم صحة وعافية، تقبل الله منا ومنكم. بقول للأطفال
الاطفال اللي مع حضرتك كل عام وهم بخير. منورين الشيخ محمد والشيخ يحيى والشيخ محمد. ماشي يا باشا، ينفع اسمع معاك يا دكتور محمود؟ اتفضل يا ابو عمر. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ان الذين يحادون الله ورسوله اولئك في الاذلين. كتب الله لاغلبن انا ورسلي، إن الله قوي عزيز. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيك يا أبا عمر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلك من أهل القرآن العاملين به المتبعين لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. معنا اتصال آخر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. يا أستاذ محمد يا ريت توطي صوت التلفزيون، خليك معنا على التليفون. كل عام وانت بألف خير. وانت بألف خير، بشكرك على البرنامج الجميل وبشكر حضرتك واقول لك كل سنه وانت طيب. وانت في اتم الصحة والعافية، بارك الله فيك. بارك الله فيك. أسأل الله سبحانه أن يحفظك وأن يكرمك وأن يحسن إليك وأن يزيد في إيمانك، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيك. تعالوا بنا أيها الأحبة الآن نسمع إلى قصيدة من حبيبنا الشيخ يحيى محمد أحمد بعنوان إذا ما قال لي ربي، ولكن بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا شيخ أحمد، كيف حالك؟ بخير حال الحمد لله. إن أحبك في الله. أحبك الذي أحتمل من أجله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيك. كل سنة طيب يا شيخنا. وأنت في أتم الصحة والعافية. كنا العرفات إن شاء الله. يا رب جمعنا صحبة يا رب يا شيخ أحمد. إن شاء الله هقرأ آية صغيرة. اتفضل. أنا هقرأ إن شاء الله آية صغيرة. اتفضل يا شيخ احمد اسمعك. بس قبل ما اقرا يا شيخنا ابتدي الست توفي. ادعي من لجدتك؟ واخويا ان شاء الله هيقرا ورايا وفاطمه. باذن الله، اتفضل يا شيخ. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. جزاكم الله خيرا. فلما أسلم وتله للجبين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيك، واسال الله سبحانه يبارك فيك وفي جدتك وفي جميع اسرتك، انه نعم المولى ونعم النصير. تعالوا بنا ايها الاحبه الان لنستمع الى قصيده بعنوان اذا ما قال لي ربي من اخي في الله الشيخ يحيى محمد احمد. اذا ما قال لي ربي اما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تاتيني، فكيف أجيب يا ويحي ومن ذا سوف يحميني. أسلي النفس بالآمال من حين إلى حين، وأنسى ما وراء الموت ماذا بعد تكفيني. كأني قد ضمنت العيش ليس الموت يأتيني، وجاءت سكرة الموت الشديدة من سينجيني. نظرت إلى الوجوه أليس منهم من سيفديني. سأسأل ما الذي قدمت في دنياي ينجيني، فكيف إجابتي من بعد ما فرطت في ديني. ويا ويحي ألم أسمع كلام الله يدعوني، ألم أسمع لما قد جاء في قاف وياسيني. ألم أسمع بيوم الحشر يوم الجمع والديني، ألم أسمع منادي الموت يدعوني يناديني. فيا رباه عبد تائب من ذا سيأويني،
سوى رب غفور واسع للحق يهديني. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيك. وهذه دعوة إلى جميع من يرانا الآن، إلى جميع المسلمين في كل مكان، حجاج وغير حجاج، دعوة إلى الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، دعوة إلى التوبة والأوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى جل في علاه، وكذلك دعوة إلى العودة إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلن تضل الأمة ولن تهان الأمة ولن تزل الأمة ما دامت متمسكة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تعالوا نستمع إلى نشيد بعنوان بقرآني وإيماني. تفضل يا شيخ محمد. بقرآني وإيماني وتكبيرات إخواني، بقرآني وإيماني وتكبيرات إخواني، أعز الكافع الجاني بقرآني وأحمي منه أوطاني، بقرآني أعز الكافع الجاني بقرآني وأحمي منه أوطاني، بقرآني هو الإسلام رافعنا وللأمجاد دافعنا، هو الإسلام رافعنا وللأمجاد دافعنا، غدا تدوي مدافعنا بقرآني تدك معاكل الجاني، بقرآني غدا تدوي مدافعنا بقرآني تدك معاكل الجاني، بقرآني بقرآني وإيماني وتكبيرات إخواني، بقرآني وإيماني وتكبيرات إخواني، أعز الكافع الجاني بقرآني وأحمي منه أوطاني، بقرآني لنا بمحمد مثل وبالأصحاب نتصل، لنا بمحمد مثل وللأصحاب نتصل، أسودا حين ينبغت بقرآني ببدر يوم فرقاني، بقرآني أسودا حين ينبغت بقرآني ببدر يوم فرقاني، بقرآني بقرآني وإيماني وتكبيرات إخواني، بقرآني وإيماني وتكبيرات إخواني. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيك. أحبتي في الله، ما أجمل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أحلاه وما أروعه حينما يكون عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صحبه الكرام. تعالوا بنا نستمع إلى خطبة بعنوان ما أجمل الحديث عن الحبيب محمد، ولكن بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا شيخ محمود، أهلا وسهلا. أخبارك يا شيخ؟ كل عام أنتم بخير، تقبل الله منا ومنك صالح الأعمال. آمين يا رب، ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. آمين يا رب، آمين. ربنا يكرمك. كنت أشارك بقصيدة عن الرسول. تفضل يا شيخ محمود، اسمعك. يا مغلق العينين عن غيث الشفاء، ثبت يداك يا عدو المصطفى، ما ضر خير الخلق حقد الشامتين، والله قد أولاه نصرا واصطفى، النار تأكل قلب كل مكابر، ونبينا المعصوم بالله اكتفى، صلى الله عليه وسلم. لا تعجبن لصبر من خلق الورى، فلسوف يأتي حكم ربك منصفا، إن يمهل القهار يوما ظالما ليعيش دهرا ثم يبعث خائفا. ما شاء الله. شيخ محمود، نعم. يا ريت تترك رقم هاتفك في الكنترول بإذن الله تبارك وتعالى، نتواصل معك وتشرفنا في حلقة من حلقات ترجمان القرآن بمشيئة الله تبارك وتعالى. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيك.
معنا اتصال ايضا من حبيبنا وصديقنا الشيخ عمر من جمال من القاهره. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليك السلام ورحمه الله وبركاته. شيخ عمر كيف حالك؟ بارك الله فيك ضيوفك الكرام. وفيك بارك الله يا شيخ عمر. تفضل يا شيخ عمر اسمعك. نعم. اريد ان اقول نشيدا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام تفضل. رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن بقال دين الله أعوانا تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا وأترعنا متى ظمئت بنا الأرواح إيمانا نهلنا منه شرعتنا وأعلينا به الشانا فلم نظلم ولم نقدر ولم نستعن طغيانا فلم نظلم ولم نقدر ولم نستعن طغيانا رسول الله أسوتنا على المنهاج وصانا لأجل الحق كم بذلا وكم قلت وكم عانى وكم قد ذاق في ألم من الإيذاء ألوانا فلم يخنع ولم يخضع ولم يركع وما لانا أشيد رأيي إن عصفت رياح الظلم طوفانا حكيم حير الدنيا بسحر القول تبيانا حكيم حي الدنيا سحر القول تبيانا سبح الحق فاطرقوا من المحراب فرسانا وبالإسلام فامتنوا هدى المختار عنوانا وسيروا بشروا الدنيا بأن الفجر قد بان أن الفجر قد بان أن الفجر قد بان أن الفجر قد بان. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيك. حقيقة بعد أن استمعت إلى قصيدة من حبيبنا الشيخ محمود وكذلك الشيخ عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ازداد حبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وازداد شوقي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فما أجمل الحديث عن الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين النبي الهادي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد ماذا أقول فيك سيدي يا رسول الله؟ هل أقول للبدر حييت يا قمر السماء أم أقول للشمس أهلا يا كاشفة الظلماء أم أقول للسحاب سلمت يا حامل الماء؟ إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. أثني على من؟ أتدري من أبجله؟ أما علمت بمن أهديته كلمي؟ أما علمت بمن أهديته كلمي؟ أغر تشرك من عينيه ملحمة من الضياء لتجر الظلم والظلم؟ أتى اليتيم أبو الأيتام في قدر أنهى لأمته ما كان من يثني؟ إنه رسول الله صلى عليك الله يا علم الهدى واستبشرت بقدومك الأيام هتفت لك الأرواح من أشواقها وزينت بحديثك الأقلام إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. له المقام المحمود واللواء المعقود والحوض المورود إنه رسول الله
أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ربنا يبارك فيك محمد، جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليك. ما شاء الله يعني لخطبتك الرائعة، أنت ما شاء الله خطيب مفوه. قل لي شيخ محمد يعني كيف تحضر هذه الخطبة وغيرها من الخطب اللي أنت ما شاء الله يعني تحفظها؟ وأنا سأجيب يعني أنا شيد أو القرآن بس، وأبي تستعين بكتب أو في شيخ بيبقى معاك بيحضر معاك الخطبة؟ والشيخ بتاعي الشيخ أحمد اللي بيحفظني، سواء بيجيب لي يعني حاجات برضك بضيفها على الخطبة، وأبي برضك بيحط لي حاجات يعني. جميل، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ربنا يبارك فيك. شيخ يحيى، يعني ونحن نتكلم في هذه الحلقة عن دعوة للتسامح، دعوة صلاة الأرحام، دعوة إلى أفضل الأعمال الصالحات في هذه الأيام المباركات، أيضا دعوة إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، فما أجمل أن نستمع إلى قول الله سبحانه جل في علاه: قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد، وإنني بريء مما تشركون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، إنه لا يفلح الظالمون. جزاكم الله خيرا بارك الله فيك. كلمنا الشيخ يحيى عن موهبة هذا الصوت، كيف متى كانت البداية مع موهبة الصوت الجميل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بدأت هذه الموهبة وأنا عندي 12 سنة، لما كنت بروح للشيخ الشيخ عماد الشيخ حسام الشيوخي بارك الله فيهم، يعني عندما يصح علي الحفظ بقرأه، كان بيعلمني طريقة التجويد، كان بيعلمني أحكام التجويد، كان بيعلمني، كان بيحفظني من التحفة، تحفة الأطفال، وكان كل ما بحفظ جزء معين كان بقرأه عليه مرة واحدة. نعم، ما شاء الله كنت ربنا يبارك فيك. طيب بالنسبة شيخ محمد، يعني على يد من تعلمت؟ على الشيخ رامي. شيخ رامي، كيف كان الحفظ؟ جيدة. يعني كنت كل يوم، كان ودك اليوم قد إيه؟ كان جزء يوميا؟ لا، كنت براجع يعني في البيت جزء، وانا بسمع له صور. يعني وردك في المراجعة جزء؟ وانا براجع مع سيدي فضيلة الشيخ محمد كبار. نعم، ما شاء الله كفيف ومكم شعر على المعيش. نعم، ربنا يبارك فيك وفي من علمك يا شيخ محمد ويكرمنا وإياك. نسمع منك نشيد توجهه للمسلمين في كل مكان، وتقول أيها المسلمون، ولكن بعد هذا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمود؟ يا مرحبا استاذ مها. كل سنه طيب. كل عام وانتم بخير، تقبل الله منا ومنكم. ممكن اقرا قران؟ اتفضلي يا استاذ مها. بسم الله الرحمن الرحيم. ان انزلناه في ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر، ليله القدر خير من الف شهر، تنزل الملائكه والروح فيها باذن ربك كل عام سلام هي حتى. جزاكم الله خيرا استاذ مها، ولكن يعني حقيقه قراءه طيبه، ولكن ينقصها شيء. اولا القران يقرا برؤية وطمأنينة، ورتل القرآن ترتيلا لا توجد سرعة في القرآن، وأهم شيء طبعا أحكام التجويد والحركات من فتحة وسكون وضمة، فلا بد أن نهتم جيدا بأحكام التجويد. نقرأ القرآن كما أنزل على النبي العدنان صلى الله عليه وآله وسلم. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام وبركاته يا شيخ. يا مرحبا أستاذ جمال، كل عام أنتم بخير. أنتم بخير يا باشا، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. خديجة، ونسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياك حج بيت الحرام. عايزين نقرأ. اتفضل يا أستاذ جمال، أسمعك. دلوقتي؟ اتفضل. ماشي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
يعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيك، رائع ما شاء الله، متميز يا شيخ جمال وموفق دائما. أسأل الله سبحانه وتعالى يبارك فيك وأن يزيد صوتك حلاوة وجمالا، إنه على كل شيء قدير. بارك الله فيك وأحسن الله إليك. شيخ محمد، أيها المسلمون. أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، طال ليل الأني ما لكم تلبسون حلة البائسين، ما لكم تلبسون رددي يا رعود أنت أحلى نشيد، وازأري يا أسود نحن قوم عود نحن روح الشهيد. يوم كان الكتاب في قلوب الشباب هادي الصعب يستغل الصعب أمة لا تهن، كيف أمست إذن مرطع للفتن مزقتها المحن دب فيها الوهن شردتها المحن. ما شاء الله لقد فعلا، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيك. شيخ محمد، هل تحب بلدك مصر؟ نعم. اسمعنا يا بلادي. بلادي بلادي اسلمي وانعمي، سأرويك حين الظما من دمي، ورب العقيدة لن تهزمي، ومن أكمل الدين للمسلمي سأمضي إلى الله في كل حين، وأبني لمجدك صرحا متين، ولن أخشى ظلما ولا ظالمين، فإني لربي نظرت دمي. بلادي إذا ما رمتك الخطوب فإنا بأرواحنا والقلوب سنحمي ثراك ونحمي الدروب، هتافاتنا النصر للمؤمنين. بلادي بلادي اسلمي وانعمي، سأرويك حين الظما من دمي، ورب العقيدة لن تهزمي، ومن أكمل الدين للمسلمين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيك. والله أشعر كأنني لا أتحدث إلى طفلة من تجاوز العشرة من عمر، بل أتحدث إلى شيخ كبير. ربنا يبارك فيك ويكرمك ويجعلك قرة عين لوالديك. الشيخ يحيى، ما شاء الله أنتم حضرين خطبة بعنوان الدنيا، نسمعها ولكن بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا يا فاطمة، كل عام وأنتم بخير. ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير يا فاطمة. ازيك يا شيخ محمود؟ بخير حال، في نعمة والله. ادعي لأبي، ادعي لستي الله يرحمها. أسأل الله سبحانه وتعالى يرحمه ويسكنه في ساحة جنته. العشر الصوم. تفضلي يا فاطمة. ممكن أقرأ وأخويا يقرأ ورايا؟ بإذن الله، تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومي أن أنذر قومك من قبل أي يوم عذاب أليم، قال يا قوم إني لكم نذير مبين، نعبد الله واتقوا وأطيعون، يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعملون. أخوي عبد الله معكم. جزاكم الله خير، تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا عبد الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الو. ايوه تفضل يا عبد الله، اسمعك. تفضل اسمعك، كل عام وانتم بخير. بخير حال الحمد لله، ربنا يكرمك.
أسأل الله سبحانه وتعالى يبارك فيك وأن يعيد عليك تلك الأيام بالخير واليمن والبركات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في أهلك ونجاك كرة عيني لوالديك، إنه نعم المولى ونعم النصير. الشيخ يحيى، الدنيا هذه مهما طالت فهي قصيرة، ومهما عظمت فهي حقيرة. نعم هي كذلك. سبحانه نحمده على حلمه بعد علمه، وعلى عطفه بعد قدرته. عز كل ذليل، وغنى كل فقير، ومفزع كل ملهوف. من تكلم سمع نطقه، ومن سكت علم سره، ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات فإليه منقلبه. صلى عليك الله يا علم الهدى سيدنا أبا القاسم يا رسول الله. خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. وأفضل منك لم ترى قط عيني، وأفضل منك لم ترد النساء. أحبتي في الله، في ظل هذه الظروف وهذه الأهوال التي نعيشها، يجب علينا أن نتعظ، ويجب علينا أن نتدبر أن دوام الحال من المحال. خلق الله الخلق بقدرته، ودبر الأمور بحكمته. خلق الخلق وكتب على الجميع الفناء، وانفرد الإله الواحد بالبقاء. ولذلك يقول الله تعالى: أيها الإخوة الأعزاء، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ويقول تعالى أيضا: كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. أحبتي في الله، الدنيا زائلة فانية، وهي بحر عميق، تارة تراه هائجا وتارة تراه هادئا. ليس كل ما يتمنى المرء يدركه، تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. الدنيا عدوة لله، الدنيا عدوة لأحباب الله، الدنيا عدوة لأعداء الله. أما عداوتها لله لأنها أغلقت الباب على عباده، فلذلك احتقرها منذ أن خلقها. أما عداوتها لأحباب الله فإنهم شربوا كأس المر في البعد عنها. أما عداوتها لأعداء الله فإنها تزينت لهم بزينتها، وتزخرفت لهم بزهرتها، فلما صاروا من أحبابها وقعوا صيدا في شبكها. كشرت لهم الدنيا الغرارة الماكرة بأنيابها، ولذلك خير الأنام يقول: الدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له، ولها يجمع من لا عقل له. الدنيا أحبتي في الله مثلها وشبهها كالراقصة الحسناء، لا تعطي قوما وجهها إلا إذا أعطت الآخرين ظهرها. الدنيا إذا جلت أو جلت، وإذا كست أو كست، وإذا أعزت أزلت. ولولا زوالها من غيرك، ولولا زوالها من غيرك ما وصلت إليك يا ابن آدم. فمن كان له قلب فليتعظ بعظة الموت، فنهاية كل شيء في الوجود الفناء، فنهاية كل شيء في الفضاء الفناء. قال الله تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وفي النهاية أحبتي، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإنها حياة القلوب. أحب العباد إلى الله الأتقياء الأسخياء، الذين إن غابوا ظهرت آثارهم. فمن أراد النجاح فليتق الله، ومن أراد العلم فليتق الله، ومن أراد الصلاح والفلاح فليتق الله. وهذه الآيات تحث على ما أقول. يقول تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. وقوله تعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.
وأختم بخير الختام بالصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليك. بارك الله فيك شيخ يحيى. حقيقة كما قال شيخ يحيى نعم الدنيا هذه إلى زوال وكلنا إلى زوال. لذلك يا شيخ محمد نفسينا نقول كلنا نفسي أتوب. نسمع هذا النشيد ولكن بعد أن نستقبل اتصال من شيخك ومعلمك الشيخ رامي من الشرقية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا شيخ رامي. سيدنا أستاذنا دكتور محمود. ربنا يبارك فيك ويعزك ويرفع قدرك. رضي الله عنك وعن السامعين وعن أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم. آمين يا رب آمين. إزيك شيخنا؟ بخير حال الحمد لله. ربنا يرضى عنك ويجعل هذا العمل في ميزان حسناتك. آمين يا رب آمين. والله يعني يعلم الله كم أنا سعيد بهؤلاء الأطفال. هذه الأمة فعلا لا تحتاج إلى قصرة مال إلى قصرة طعام ولكن نحتاج إلى رجال يدافعون عن كتاب الله وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله جل جلاله أن يجعل هذا العمل حتى أطيل في ميزان حسناتك يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا ما أتى الله بقلب سليم. وأستحلفك بالله أن تدعو لولدي عمر أن يكون مثل هؤلاء الأبطال وخاصة الشيخ محمد رضي الله عنه وعن أبيه. وأنا أحبك في الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل الله سبحانه وتعالى يبارك في ابنك عمر وأن ينبته نبات حسن يجعله قرة عين لك ولأمه كذلك. يا شيخ رامي جزاكم الله خيرا. قال شيخ رامي نحن نحتاج فعلا إلى رجال الأمة لا تزال بخير ما دام فيها أمثال هؤلاء النماذج المشرفة الشيخ محمد عزت والشيخ يحيى محمد والشيخ محمد الطبال. الأمة لا تزال بخير ما دام فيها أمثال هؤلاء. الله سبحانه وتعالى يقول من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ونحن نحسبهم كذلك ولا نزكيهم على الله. تعالوا بنا نسمع نشيد بعنوان نفسي أتوب من الشيخ محمد. تفضل شيخ محمد. نفسي أتوب أنا من الذنوب وأكون قريب من الله كل لحظة وكل ثانية أكون بقلبي معاك وأبقى راضي وهو راضي عني يوم ما ألقاه مشتاق قوي للقاه والوجه الكريم عشمان قوي للدعاء أنا عارفه رحمن رحيم بدعيك وبتمنى القبول بكل خير دعيت بالرسول ومهما عود أنا للمعاصي أفضل برد أقول نفسي أتوب أنا من الذنوب وأكون قريب من الله كل لحظة وكل ثانية أكون بقلبي معك وأبقى راضي وهو راضي عني يوم ملقاه. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيك وأحسن الله إليك يا شيخ محمد. تعالوا بنا لأن الحلقة أوشكت انتهاء دقائق معدودة وينتهي وقت الحلقة. نسمع من كل واحد نبدأ من الشيخ محمد عزت كلمة توجهها لمشاهدينا الكرام وتحب تهنئ من؟ أحب أن أوجه رسالة للمشاهدين أنهم يعودوا إلى كتاب الله ويحفظوا القرآن وأقول للآباء علموا أولادكم القرآن كما قال النبي العدنان خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال العلماء أيضا من أراد الدنيا فعليه بالقرآن ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. تحب تهنئ مين؟ أهنئ الدكتور محمد مرسي وأقول له وأهنئ الشعب المصري. جزاكم الله خيرا بارك الله فيك. طيب شيخ يحيى أوجه رسالة للمشاهدين جميعا بالمداومة على الصلاة والمداومة على القرآن الكريم وعلى الذكر وعلى طاعة الوالدين وعلى الصلاة على أوقاتها وصلاة الجماعة. وأهنئ يا شيخ محمود وأهنئ جميع الأمة الإسلامية بعيد الأضحى المبارك وأهنئ أصدقائي وأقاربي وشيخي الشيخ عماد والشيخ حسام. جزاكم الله خيرا بارك الله فيك شيخ محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أهنئ الدكتور الرئيس محمد مرسي رئيس الجمهورية وأهنئ الشيخ محمد حسان والعاملين على القناة. وأن أبي ربنا يشفيه يا رب. آمين يا رب آمين. نسأل الله سبحانه وتعالى يشفيه ويعافيه.
وجدي الشيخ محمد الطبال. نعم. ربنا يحميه يا رب. وجدتي وجدتي من أمي. جزاكم الله خيرا. والشيخ رامي ربنا يحفظه يا رب. جزاكم الله خيرا بارك الله فيك. كل عام أنتم بخير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني بكم وكل مشتاق لزيارة بيت الحرم أن يجمعني بكم جميعا على صعيد عرفات في العام المقبل بمشيئته تبارك وتعالى. أحبتي في الله لا أملك في نهاية هذه الحلقة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون قد رزقنا فيها التوفيق والسداد والإخلاص والقبول، لا أملك إلا أن أتقدم بخالص الشكر للشيخ الصغير في السن والكبير في المقام والعلم الشيخ محمد عزت. جزاكم الله خير شيخ محمد بارك الله فيك. وكذلك للشيخ يحيى محمد أحمد. جزاكم الله خير شيخ يحيى. وكذلك للشيخ محمد الطبال. جزاكم الله خير بارك الله فيك شيخ محمد. والشكر موصول لجميع العاملين في قناة الرحمة الفضائية وإليكم أيضا أيها المشاهدون الكرام. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمة وسط وأصول وصحابة هدي ورسول وسلام يرقى بالدنيا والعفو لدينا.